بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أشارات الساعة الصغرى كثرة موت الفجأة، كثرة القتل، تقارب الزمان. أولا، كثرة موت الفجأة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. الحديث رواه الطبراني وحسنه الألباني. وعيد: إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة. ثانيا، كثرة القتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. رواه مسلم. وعيد: لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل، القتل. رواه مسلم. ثالثا، تقارب الزمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. رواه البخاري. وعيد: لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان. رواه البخاري. أيها الحبيب، شارك وانشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذا، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.